أسابيع بون مش الأسابيع، معناها قرار المراقبة الإدارية بعد جمعة، بعد جمعة جي قرار المراقبة الإدارية اللي هو كونه يلزمني كوني صحح كل يوم، كل يوم ووقت. راه اليوم التسعة أتان كلموك ولا كذا، غدوة أم تجي تعبت، قعدت المدة هيك عام. بون تحكمت مراقبة إدارية 5 سنوات، بعتالي 4 سنوات مراقبة إدارية مرة في الأسبوع باقي يابرك. تعبوني نخدم راهو، على فكرة خدمت الحمد لله يا ربي، خدمت المرمى، خدمت الدهن، وخدمت قهوجي. ما ثماش وين مشيت خدمت وما معناها يلزمك ما تخدمش. اكثر حاجه اللي بريسك خدمت فيها قهواجي، خاطر اللي خدمتني بون امراه الله يبارك فيها ويرحم والدها، حياة هناد، معناها يجاها ويقول ويبدو يسلو فيها ويستفزوا فيها وتمشي هي مسكينه معاهم كونكوا في الحديث، وتجي تحكي لي بعتالي تقول لي راهو كذا وكذا، اما اخدموا ما همكش انا خليهم، تخدع فيهم. الحمد لله يا ربي الله يبارك فيها مسكين. أهلي تعبوهم مساكين، عندي خويا بون في البصابير حتى واحد ما تمتع بالباسبور، عندي خويا مسكين الباسبور متاعه معناها قديم قبل ما نشد، معناها جي مسكين باش يمشي لتركيا، اقعد 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 بون في المطار بعد معناها مقص وعمل لي ريزرفاسيون في الاوتيل وكل شيء في مطار قرطاج، جي باش يطلع للطيارة ترى شنو عندك انت مشكلة، اقعد على شيرة، طلعت الطيارة سايبوه برا روح.